السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لنهاية اليوم الثاني لرحلتي للبوسنة. في هذا اليوم أنا زرت مدينتين، ترافنيك وييستا. وفي هالمدينتين هذه أنا زرت كذا منطقة هناك في هالمدينتين هذه، كما هو موضح عندكم بالشاشة. وأتمنى تأخذون ورقة وقلم وتسجلون المناطق هذه وتسوون بحث بسيط عن المناطق هذه إذا كنتوا حابين تزورون البوسنة. وانا عارف الكثير منكم يسألني عن ارقام السواقين، ان شاء الله بسوي حلقة كاملة بحط لكم ارقام السواقين وبعض النصائح والارشادات كيف تتعاملون وتختارون السواقين المناسبين لكم. واتمنى هاي المقدمة البسيطة عجبتكم. ان شاء الله بخليكم الحين تكملون الفيديو للطواحين وبحيرة بلافيسكو، وان شاء الله ترقبونا بالفيديو القادم اليوم الثالث لي في البوسنة. جينا هالبحيرة هذه تنيم بليفسكو، كل شوي يعيد لي اياها بليفسكو 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 لين ما نتعود على الاسم هاي. المهم هاي منطقة عائلية فيها بحيرة وفيها بعض الأنشطة البحرية اللي تقدرون تطلعون فيها انتو العائلة وكذي. وفي عندهم مطعم ومطاعم فوق هناك، مطاعم فوق هناك. بحط لكم اللوكيشن اذا حصلته بالجوجل ايرث، بحط لكم اللوكيشن تحت، واذا ما حصلته سجلوا اسمها، بحط لكم الاسم في الشاشه. هناك المطاعم وهذا صاحبنا اللي جنن بي بالاسماء اللي يقدر. محطتنا الأخيرة لهذا اليوم هالمنظر الغاوي، منسير نلف من هناك بعدين نطلع هني ونستكشفه. وصراحة اسمه غلط بعد، بس بعد إن شاء الله. أسماء مناطقهم هني صعبة جدا جدا، لكن مناظر عندهم روعة. يعني تعبان ومرهق وهذا من بين هالفيوز هذا، طالع من بين الفيوز هاي تبغى الراحة النفسية. هذه الراحة النفسية. أنا من روس، أنا والله خاطري أودن ريولي. ها شو رأيك؟ بانا والله ريولي حرات. ها يبانا أودن ريولنا، بس عنا بقى مكان شي طيب. هذا وين مكان؟ ها هني أودن ريولك. شوف 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 طالعوا ما شاء الله، تون لي حني عشان يبرد. أنا